السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة أحياء الرسول كان هو نقدم لكم سنن المهجورة الحلقة الخامسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. فضل السنن الرواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قبل صلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعدها. الحمد لله، يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها. وقد روى النسائي والترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار. ولفظ الترمذي: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذه الركعات ليست شيئا آخر غير السنة الراتبة لصلاة الظهر، بل هي السنة الراتبة. غير أن المؤكد والذي لا ينبغي تركه بحال وصلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها. أما صلاة أربعا بعدها فإذا صلاها عملا بالحاد الحديث فقد أصاب السنة ويرجى له الخير، وإن اقتصر على صلاة ركعتين كفاه ذلك. وقت صلاة هذه السنة القبلية ما بين أذان الظهر ووقت صلاة الفرض، وقت بعدية من الفراغ من صلاة الظهر إلى أذان العصر، وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل وقت صلاة الظهر. وقدره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق. فكل هذا الوقت وقت صلاة الضحى. قال الشيخ ابن باز: والأفضل صلاتها بعد اشتداد حر الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هو أولاد الإبل، ومعنى ترمض أي تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس. وقدر العلماء هذا بمضي ربع النهار، أي نصف الوقت بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. من أقوال ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال أهل العلم: صوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان. ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى، هي توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان سهل عليها أداؤها. فضل المحافظة على السنن الرواتب. عن أم حبيبة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فضل صلاة الضحى. جاء في فضل صلاة الضحى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن آدم ارقع لي من النهار 4 ركعات أكفك آخره. قيل المراد صلاة الضحى، وقيل صلاة الإشراق، وقيل سنة الصبح وفرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى. إذا تكبر العبد صرف الله قلبه عن الحق، وإذا صرف الله قلبه فمن يستطيع رده؟ فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سنن الصلاة، السنن المؤكدة. قراءة سورة أو آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في أول ركعتين، قول سبحان ربي العظيم في الركوع 3، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. أن يرفع قلبه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد للإمام. والفرض وقول ربنا لك الحمد للمأموم. تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع ومن ركن إلى ركن. التشهد الأول والثاني والجلوس بينهما. لفظ التشهد والتحيات لله والصلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجهر في الصلاة الجهرية في أول ركعتين، ويسر في باقي الركعات. السر في الصلاة السرية، هذا في صلاة الفرض، أما النافلة فيسن السر فيها إن كانت في النهار، والجهر بها في الليل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد قراءة التشهد. روى مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. سنن أخرى لها ثواب كبير. 4 ركعات بعد الظهر، لقوله: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. من السنة المسننة المستحبة غير المؤكدة 4 ركعات قبل العصر، لقوله: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلاة ركعتين قبل العصر والمغرب والعشاء، لقوله: بين كل أذانين صلاة. قالها 3، قال في الثالثة: لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. يجوز قضاء السنن إذا انشغل عنها بنوم أو نسيان، ولو في أوقات الكراهة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية لما شغل عنها بعد صلاة العصر.